جيجي او توش الجزائر دات عندنا الفيزا ناي وعدي العدس تماك خصني نمشي نشوفو خصني نمشي ندير ليه الدواق العدس زاهر العدس تما ناي خصني نعيط شي تونسي تونسي يدوز يطل لي على العدس ديالي اللي كاين في الجزائر لو عندنا الفيزا مصيبه كحلان. الحكومه الجزائريه كتفرض الفيزا على المواطنين المغاربه صاف الله اصلا كنت والله الا كنت جامع شي فلوس كنت باغي نمشي نسافر لعنابه ولا شنو هي عنابه تخيلوا من هنا عامين يولي بنادم كتسمع حرق الجزائر نوليو نديرو لا بوب نقول لكم سلام دخلوا هنا بيرو دي ميغراسيون لالجيري اش ولد فاطمه هذاك ولد فاطمه تبارك الله ولا لاباس عليه حبس رجع لاباس عليه ساكن تبارك الله في اوروبا في الجزائر الاخوان الاخوات السلام عليكم واحد الخبر عاجل ولكن ما بغيتش ندوزو غير كتابه الجزائر كتفرض الفيزا على المغاربه الا كان شي مغربي باغي يمشي للجزائر خصو الفيزا قالت لك سيدي حنا ما بغيناش نحشمو قالت لك سيدي حنا اللي كنديروا هذا الشيء واذا كان اي بنادم عنده جواز سفر مغربي باش يدخل الى الجزائر والتراب الجزائري خصو التاشيره عاشنو طلبوا الفيزا أنا في غاية الحزن بلاطو كله حزين بعد خبر المؤلم كلشي كاعي كلشي طالع ليه الدم كلشي كيبكي كلينيكس تقادة جبنا من عند فرماسيان كليتي كاين الصبر اللي جابو نقول لك وانا كلينيكس ما لقيناش كلينيكس كلشي كيبكي باش يديروا علينا الفيزا لا فين غنمشيو فين غنمشيو وانا نفسي كانت مشهيا نسافر ونشوف خنشلة وناكل سكرين طيح في الدروج الله يعني علي ما يحش تش عند بوكم ما يتشاف الكراغلة يلا برا ما نشوف تشي كرغولي هنا يعني بوكم الكل السلام عليكم هذا ستوري مشي بحال كاع ستوريات هذا ستوري شوية أنا فيه طالع لي الدم شوية مقلقة ما غاديش نجي لكم بالجود فايبس اللي موالفة كنجي لكم به خبر خيب اللي بغيت نشاركه معكم وسمحوا لي بزاف بزاف لأني موالفة كنشارك معكم غير حاجة زوينة خبر اللي نزل علي حتى أنا كالصاعقة خبر لي ما كنتش كنظن أنه شي نهار غادي يكون ولكن قدر الله ما شاء فعل تصدمت بزاف 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 من هذا الخبر هذا اللي بغيت نشارك معكم ولكن كي خصني نقوله ما عندي ما ندير الحكومة الجزائرية فرضات الفيزا على المغاربة اللي بغاو يمشيو للجزائر دابا حنا فين غنمشيو ها فين غنتساراو فين غنمشيو نديرو الشوبينغ ديالنا فين ما يمكنش خاص هادشي في تكون في اعاده نظر راه لا يمكن فين غنوليو حنا نمشيو نفوجو فين نوليو غنشوفو الناس فين غنوليو نتسوقو في لي مول الكبار فين غنوليو نمشيو لي بلاج بريفي فين غنوليو ناكلو البنان فين ما غنشوفو بونو فين نزل الليج المغربي فين غنوليو نشوفو قوالب السكر فين تكاشت فين القفاطن فين غنشوفو حنا هادشي فين فريمون هادشي كيضر في القلب والله كيضر مابقاوش ناكلو دابا حنا البنان ناكلو غير الخص خدمة خويا وتصدمت والله تا تصدمت بالله العظيم وقت مأورغانيزي السفر ديالي قطعت البيي قطعت كلشي باش نمشي لواحد الدولة واعرة بغيت ندوز فيها أحسن فاكونس في راس العام وما يديرو علينا الفيزا دابا دارو لنا الفيزا وأنا ما عندي كي داكشي ديال الأوراق وكدا ما عندي ما ندير بها كنت ناوي أخويا نمشي لواحد الدولة تاني نشد الصف على الحليب وشوية نشد الصف على الزيت ولا خاصني الماء نطود دابا بالرملة والمهم راكم عارفين وصافي المهم والله خويا لا تصدمت بالله بحال هذيك الدولة غادي نبغي نديرو منها على الشوبينغ وتاسي وترى احسن فرحة تنسمع اليوم المغرب غلبات ايران وانتو وزنا غلبناكم زديتو مزيان درتو الفيزا
والسلام عليكم وتلاحة المغرب.